الله وبركاته، تحياتي ليكم اعزائي الاصدقاء مشاهدين القناه. ان شاء الله الفيديو النهارده عن مرض جديد موجود في حيوانات المزرعه، دايما بيسبب خسائر كتيره في الانتاج عموما. المرض ده هو التهاب الضرع او الماستيتس. الماستيتس ده ليها انواع كتيره طبعا، في منه اكيوت وفي منه كلينيكال، في منه سب كلينيكال. ماستيتس ليها مسببات بكتيريه كتيره جدا، الكوليفورم ماستيتس، الاستاف اورياس، ممكن بتعمل التهاب ضرع. دايما التهاب الضرع ده في منه نوعين، في منه نوع فسيولوجي وفي منه نوع مرضي. النوع الفسيولوجي ده اللي زي ما هنشوفه ان شاء الله النهارده على هوريكم في حاله لسه شايفها امبارح، ده بيجي بعد الولاده مباشره، يعني مجرد ما الحيوان بيولد او قبل الولاده بيومين ثلاثه، بص تلاقي فيه ورم شديد في الضره، بيبقى واخد لحد السره، بيمتد الامتداد لحد السره كده، ده اسمه ورم فسيولوجي. لان بيحصل اوديما في جسم الحيوان، فبتجمع الميه تحت الجلد كده، بتلاقي الضر كده منظره يخض. ما تخافش، ده اسمه ورم فسيولوجي بيحصل بعد الولاده مباشره. ده ان شاء الله علاجه سهل، شويه كمادات ميه ساقعه مع مرهم، اي مرهم مرطب وملين اللي هو زي البريل، يعني البريل جيل كده بمضاد التهاب يعني ومضاد للتورم. ده بيؤدي الغرض تماما، يعني بدون اي تدخل، بدون اي علاج، ان شاء الله بيخف على طول 3 4 ايام، بص تلاقي الورم بيخف ويبقى كويس. انما الالتهاب الضرع المرضي بقى اللي هو مسبب ميكروب، ده لازم نتدخل بسرعه فيه طبعا. عشان ازاي نتفادى الماستيتس او التهاب الضرع في الابقار، بالذات اللي هي ذات الانتاج الحليب العالي، ازاي نتفاداه؟ طبعا الميكروب بيدخل عن طريق الحلمه من الارض، الارضيه طبعا لازم تكون نظيفه باستمرار، لازم يكون ما فيش روث تحت الحيوان، ما فيش اي مشكله بالنسبه للسماد، يعني لازم يكون في نظافه باستمرار، بالذات للابقار الحلاب او الجاموس الحلاب. ده الميكروب بيدخل عن طريق الحلمه، بيتكاثر جوه الرب، بيبوظ لك اللي بيبهدل لك الخلايا اللبنيه، الخلايا اللي هي بتفرز اللبن. لو افترضنا ان الربع ده فيه مليون خليه لبنيه، الميكروب اول يوم بيخش يدمر كميه كبيره من الخلايا اللبنيه، بيموت الخلايا اللبنيه ديت، بيخلي كفاءه الربع ديت بتتضرب، يعني كده كده حتى لما بعد ما بيرجع ما بيجيبش اللبن الطبيعي لو انت ما لحقتوش بدري. فالتهاب الضرع ده موضوع كبير جدا، وله يعني مسببات كتير، بس من كرم ربنا سبحانه وتعالى ان كل ربع شغال مع نفسه، مصنع مستقل بذاته، كل ربع مصنع مستقل بذاته. لو الربع ده اتصاب، الربع التاني ماليش علاقه بيه، ده من فضل الله علينا يعني. كل ربع مصنع مستقل. هنبدا لو احنا ازاي نتفاداه، يبقى اول حاجه النظافه قبل الحليب، برضو لازم نغسل الضرع بميه، لازم اطهر الحلمات قبل ما اعمل عمليه الحليب، عشان ما يدخلش ميكروب عن طريق الحلمه يعمل لي مشكله في الضرع. تاني حاجة، ممكن الحيوان وهو في أشهر 8 قبل الولادة بشهر، أبدأ أدي محاجن ضرع كوقاية، حاجة يعني في محاجن خاصة بالضرع لها مبسم كده، بتدخل جوه الحلمة وبتحجنه وبتسيبه، ده بيعمل وقاية من الماستيتس اللي هو اللي بعد بيحصل بعد الولادة، أو التهاب الضرع اللي بيحصل بعد الولادة. ده في نوع اللي هو إيه، السب كلينيكال ماستيتس، ده ما بيبقاش أنت متعرفوش، ده بيبقى في الحيوان قبل عملية الولادة، بعد ما تحصل الولادة يبدأ الميكروب يشتغل يعمل لك التهاب ضرع شديد. فدي طرق الوقاية من التهاب الضرع. تاني حاجة، احنا الوقت حصل عندنا التهاب ضرع ومسبب بكتيري، احنا خلاص الفسيولوجي عرفنا علاجه، شوية مية، كمادات مية ساقعة مع مرهم، اي مرهم مضاد للتورم، بيفش اوتوماتيك 3 4 ايام، بص ليه الضرع ارتاح وبقت الامور تمام. بالنسبه لالتهاب الضرع المسبب بمرض او بفيروس او ببكتيريا مرضيه، ده لازم تتعامل معاه بسرعه، لازم تتعامل. اهم حاجه في الحيوان الضرع والرحم، كل ما تلحق العلاج بتاعهم بسرعه كل ما تتفادى مشاكل كتيره. فاول ما يبدا الحيوان الضرع بتاعه يلتهب او يحصل فيه ورم في ربع من الارباع او كل الارباع حسب الحاله، لازم تستدعي الطبيب بسرعه. لازم اول حاجه قبل ما يجي لك الطبيب لازم فض الربع كويس، فض الربع من كل الكونات اللي فيه، لان دي بكتيريا طبعا بتاكل في الخلايا اللبنيه وبتموت فيها، فانت فضيه كل ساعتين، فض هتلاقي ميه صفراء، مرات تلاقي اللبن مجبن، هتلاقي اشكال كتيره، مره تلاقي فيه دم، ففضيه الربع ديت لحد ما يجي لك الطبيب، هيبدا يتعامل معاه، بيدي حاجه لونج اكتنج طويل مفعول، بيدي حاجه مخفض الحراره، بيقول لك بينصحك بكمادات ميه،
بيديك مراهم بتدهن بيها الضرع من بره. طبعا كل الحاجات دي عشان خاطر ان انتاج الحليب ما يقلش، لان طبعا ربع اربع ارباع، هم اربع ارباع، لو ربع منهم اتضرب كفاءة الحقن بتقل، سعره بيقل، حتى لما تيجي تبيعه يقول لك ده لا ده فيه ربع شال ما باخدوش. فانت كده لازم تحافظ على الحيوان بتاعك، ولازم يعني تراعي وتخلي عينك على الضرة باستمرار، بالذات الحيوان اللي بدأ يحلب لازم تعمل له وقاية قبل ميعاد الولادة، تدي حاجات للمحاجن ضرع ديت كوقاية ونظافة أولا وأخيرا تحت الحيوان وأثناء الحلب وبعد الرضاعة. لازم الضرة دي تتنظف كويس. هوريكم حالة الوقت دي شفتها لسه امبارح، ده ورم طبيعي فيسيولوجي، ده ما منوش منه خوف، ده بيروح وحدي مع الوقت يومين ثلاثة بعد الولادة، بيبص لجيه يفش ويرجع لطبيعته تاني. فهنشوفها مع بعض دلوقتي إن شاء الله. هوريكم طبعا حالة لسه والدة امبارح، شوفوا المنظر عامل ايه، شوفوا الضرع، شوفوا الورم وصل لحد السرة. ده اسمه ورم فيسيولوجي وليس مرضي، ده ما يتخافش منه نهائي. شايفين الورم منظر ازاي؟ هوريكم منظر الضرع من ورا، منظر يخض يعني، شايفين. طبعا الجنب التاني نفس الكلام برضو. طبعا الراجل بيرن عليا بيقول لي يا دكتور ده في فتاك في الباور بعد ما ولدت. هو طبعا ده مش فتاك، ده التهابات في الضرع، بس واخد صورة. ده ابنه طبعا، هو لسه مولود. شايفين منظر الضرع من ورا، ده علاجه سهل جدا، شوية كمادات وماء ساقع من التلاجة على مرهم البريل او هيموكلور، يومين ثلاثة هتلاقي الامور بدأت تتظبط، حتى لو بالخرطوم بالمية كده. يا رب اكون افدتكم واوعدكم بكل جديد ان شاء الله في الفيديوهات القادمة بإذن الله، وانتظروني في الفيديو القادم دراسة جدوى عن تربية 30 راس اغنام تسمين بإذن الله، تستفيدوا كتير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.